عوامل الأمان المطلوبة في مطبخ رمضان المفروض تطبيقها على مدار العام مش في رمضان بس. كتير جدا جدا من الزوجات يا عيني اللي لم يكونوا كلهم يعني عندهم ذكريات عن حوادث أو مواقف حصلت لهم في المطبخ، زي كده حاجة اتحرقت، حاجة مش إيدي يعني بعد الشر، حاجة اتحرقت، فتحوا الفرن من غير حرص، لساعات التحمير وغير كده وغيرها وغيرها. ربنا يسلم الجميع. المطبخ والسفرة والممر اللي بينهم لازم يكون ممر آمن، لا في حد قاعد ولا في أطفال بتلعب ولا في حد. لازم نخلي بالنا كمان من النار أثناء الطبخ والقلي، ونخلي بالنا من السكاكين، مش السكاكين بس، المقوار والمقشرة والمبشرة وسكينة الخلاط أو الهاند بلندر. نخلي بالنا برضو من أي حاجة إزاز زي الكوبايات أو السلاطين. حركة الأطفال لازم يكون عليها كنترول ورقابة حقيقيين في رمضان وغير رمضان، في المنطقة بتاعت المطبخ أو قدام المطبخ يعني، أو في الطريق من المطبخ للسفرة. وكمان وإحنا بنوضب السفرة لازم نخلي بالنا قوي من حركة الأطفال. لازم تشمير الكمام أثناء الطبخ، لم الشعر، إبعاد أي مواد قبل الاشتعال زي كحول مثلا، نفتح الشباك، نشغل الشفاط. ممنوع أكيد إن إحنا نلبس اكسسوارات اثناء الطبخ، ما حبكتش يعني. لازم نبعد الزيت السخن المستخدم في مكان بعيد عن حركه ايدينا. لازم مكان فاضي قبل ما تخرجي اي حاجه من الفرن مثلا. ياما بنخرج حاجات من الفرن ونبقى مش عارفين هنحطها فين لان مفيش مساحه. وبلاش السجاجيد اللي بتزحلق على ارضيه المطبخ. الجوانتيات كمان والفوط لازم تكون بعيده عن النار، والارض تكون ناشفه باستمرار يعني ما يكونش عليها ميه عشان الزحلقه لا قدر الله. والايدين ما تبقاش مبلوله قبل استخدام اي جهاز كهرباء. واكيد ممنوع استخدام التليفون اثناء الطبخ. في الحروق البسيطه احسن تصرف هو ميه الحنفيه، بعدها بننشف ونحط مرهم للحروق. على فكره مرهم الحروق ده وجوده اساسي في اي مطبخ. الجروح البسيطه بنطهر وبنحط بلاستر ومرهم جروح. اما لو كان الجرح او الحرق لا قدر الله مش بسيط، لازم التوجه لاقرب مكان دفن.